اوكي يا جماعه، النهارده معانا لعبه محاكي تنظيف البيوت، لكن الجزء الثاني. الجزء الاولاني فيه يوتيوبرز كتير منزلين زي اوبلز وريل فلوس كانوا منزلينها. انا كنت بتفرج ساعتها، ما كنتش لسه ساعتها دخلت في اليوتيوب. احنا دلوقتي يوتيوبرز فهنجرب نعمله فيديوهات زيهم. تالي كنت بختم اللعبه مع صالح الجزء الاولاني، هو دلوقتي نزل اللعبه عنده. يلا بينا نخش في اللعبه على طول من غير كلام كتير. اوكي هالو فليبر، يعني اهلا يا زبال، عامل ايه؟ يلا باوت بلاي هاوس فليبر. اوكي ماشي، ما حدش مهتم. يا ساتر يا رب على الجرافيك. ماشي هنعرف نلعبه بالجرافيك كده؟ لا 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 تقيل تقيل تقيل. اخرس اخرس. يلا تنظيف تنظيف سعيد. اوكي هحاول اعلي الجرافيك شويه وانا خليها زي ما هي. هاي هي حلوه كده. هولد تو بيك، هولد ده عشان ابيك. اوكي وغير مكانه. عندنا هنا احنا دلوقتي في جزيره، جزيره مثال مفقودين. صاحبنا بعتنا للجزيره دي عشان عايز يتخلص مننا، هو الزبال الوحيد اللي في المدينه بتاعته. بس على مين انا؟ خلاص الجزيره دي واجي لك يا حبيبي. اوكي ناخد لفه كده حوالين البيت. البيت شكله مش كبير قوي بس الجرافيك حاجه كده. ايه متهيألي لازم نشوف التاسكات الاول اللي محتاجين نعملها هنا في الجنينه الاول، يعني هننضف حته حته، نخلص الجنينه بعد كده نخش على البيت ونشوف الجنينه. بيقول ستين 10 حاجات وتراش 29 حاجه ترميها في الزباله. طيب ازاي بغير ازاي بطلع الحاجات؟ اوكي تمام، دي الهندس فليبر تول دي بتاعت ايه دي؟ دي اللي بتبيع بيها الحاجات. نبيع الحاجات دي بقى. بيع 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 بيع. اوكي بيع بيع. دي زرعه دي ما ينفعش نبيع، ما ينفعش نبيع دي برضه. دي بيع. لا ما ينفعش نبيع المرجيحه. بيع يابا بيع. بيع كل حاجه قدامك. ينفع بيع كان في بطه يعني ينفع بيعها؟ لا ما ينفعش ابيعها. بص المركب اللي انا جاي بيها على الجزيره حرفيا والشنطه بتاعتي، والله هرجع لك يا صاحبي، هرجع لك. اللي فرشتني دي ما ينفعش ابيع، ما ينفعش ابيع. في غصن هنا نبيعه. بس كده نغيره نجيب الهندس. امسك ارمي. ايه ده ترمي ازاي؟ ماشي قرب منه عشان ترمي. اوكي ارمي. طيب عايزين صندوق زباله، كيس زباله. ادي كيس زباله اللي فيه الزبايل دي. خلينا تحت الاول، احنا قلنا نضاف على التحت. الزبايل هنا تاني، زبايل زبايل. هو كده اتملى مثال. لا ما اتملاش لسه يا عم. هي دي الزبايل اللي موجوده. دي زبايل زبايل زبايل. قرب اتملى، قرب اتملى. خلاص كده بس كده. اوكي ازاي اقفله بقى؟ اوكي قفلناه، نرمي بقى. اوكي نغير التول بقى. دلوقتي هنجيب ايه؟ التول اللي بتبيع. هنبيع الحاجات دي. بيع بيع كل ده. طوب بيع 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 بيع. جاب الطوب ده كله تعمل بيه معانا. اسمنت بيعه، المعدة بيعها، قمع قمع بيعه. في كاوتش هنا هيتباع ده؟ هيتباع. اي حاجه قدامك بيعها، ما ينفعش نبيع الصخره. 10 ده يتباع، يتباع يا بابا. يتباع شريه. في حاجه تاني سيل. فاضل 72 حاجه. تنظيف فاضل 10 حاجات لسه ما نضفناش اصلا. شايفين بقى الزباله اللي حوالين البيت دي؟ عايزين ننضفوها. هنجيبوا ايه بقى عشان ننضفوها؟ الفرشه دي باين. ايوه الفرشه دي. ونطلع فوق ننضف ننضف. يا ساتر ده كله ننضفه واحده واحده. ماشي اهو قربت. بس يلا ماشي انزل من على السقاله. ده في حاجه هنا ممكن نبيع. طيب ثانيه. بيع بيع. انزل من على السقاله، ننضف الحاجات دي ونبيع السقاله بقى. ايوه ايوه بيع السقاله دي بقى. اوكي فاضل 5 حاجات ننضفوها، حبه حاجات نبيعوها. ايه بقى الحاجات اللي نبيعوها؟ مش عارف صدقني. ومتهيألي هنا. هنا اهو. لا دي غير اللي تحت. طيب تمام. طيب ننزله تحت نشوف ايه تاني ممكن نبيعوه. هدا كده. بيع. مفيش حاجه تاني هنا. بيع ده. ده في كاب. واستنى. اوكي ده ينفع نفتحه ده؟ اوبن. يبقى يا عم نبيع الحاجات اللي تحت دي عشان نروح نفتح. يلا هات هات الايد. معلش بتعلم يا جدعان بتعلم. اوكي ده ساعه. ده تبع ايه ده بقى؟ ده مش تبع حاجه. ايه الشطرنج ده؟ هو ده غرفه سريه يعني؟ ماشي اقفله اقفل. نخش على البيت يا جماعه. نخش بقى ايه على البيت من هنا. هات الحاجه اللي بنبيع بيها. بيع يا بابا الكرسي ده. بيع اي حاجه تلاقيها قدامك بيها. انا الكتب دي عايز اعرف بتعمل بيها ايه. الزباله دي زباله دي. هات الزباله وانا هرمي الزباله في الزباله. ايه الهبل ده؟ حط يا عم ارمي. هات الزباله دي كمان. دي كده انا بنزل ارتفاع. حلو حلو. ارمي يا عم ارمي. هات الزبالتين دول. ما ينفعش ارمي الكتب دي في الزباله والله. عادي ارميها يعني. ملهاش اي لازمه. دلوقتي نجيب البتاعه دي عشان ننضف الارض. ننضف. لا 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 مش دي مني. هنجيبه دي. الفوطه اللي بتمسح كل حاجه على الارض دي. يلا امسح. ايه امسح الجناب بتاعت البيت دي. في حته هنا. عايزين نبيع الحاجات. الخشب ده برضه عايز يتباع. والكتب دي انا مش عارف بنعمل بيها ايه. بيع بقى الخشبات دول. بيع 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 بيع. في حاجه ثانيه تتباع؟ بيع. بيع الجرجير ده. زرع جرجير ولا ده؟ مفيش حاجه ثانيه تتباع يا عم. فاضل الخشب. فين الخشب اللي عايز تتباع؟ طيب عايزين نحطه نركبه خشب زي ده. هنركبه ازاي؟ متهيألي ايه ده؟ هو كده بنحط خشب ولا انا مش عارف؟ ما اعرفش والله. اوكي اوكي بس كده. في خشب اهي مش باينه. ده انت بتعمل سيلكت الاول مثلا. تلغي السيلكت كده. تعمل سيلكت كده. سيلكت اول. اوكي طيب احنا كنا عايزين بقى ايه؟ نغيره البتاع ده. نغيره شبه ده ازاي بقى؟ بتدوس على هنا كده وتختار الخشب اللي انت عايز تشتريه. مسيف باي. اوكي كده احنا حطينا الطوب. حط بقى
اوكي قربنا نخلص اهو، يلا هنت بس كده كده خلصنا بره، ولا خلصنا بره تحت. انا عايز اعرف تحت ايه اللي فاضل بجد. تحت هنا عندك الخشبه دي وجبل الحاجات اللي ناقصه، وعايزين نحط خشب على ظهر البيت. اوكي يعني عايزين نحط خشب هنا المكان ده. طيب هنعمل سلكت اول، نحط المحاره. هو بتحط الاول اسمنت بعد كده بتحط خشب، نحط اسمنت اهو، اتفحت فوق تحت فوق تحت. يلا 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 بس كده كده تمام. كنا عايزين خشب، ايوه نستاب هتلاقي خشب قدام. باي حط خشب 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 تمام. فضل الحته دي، طيب كده خلصنا دي. فاضل، لا فاضل جزء تاني في ورم تاني في الجنب التاني اهو. فات الجنب التاني بايظ اهو، في حاجه لسه تبيع كمان. انا مش شفتش الحاجات دي ازاي. بيع يابا بيع. كده خلصنا حاجات عايز تتباع بقى لسه. استنى بس ننضفها البتاع اللي هم عاملينه ده. طيب انا ازاي ما شفتش الحاجات دي؟ كنت داخل على البيت على طول من غير ما انضفها. ننضف ده، في حته هناك كده انا مش عارف مين بيرسم على البيت ده، انت عبط ولا ايه ده؟ بس كده هات بقى دي كده، اعمل سيلكت اول. اوكي محارمة ايوه بس كده. هات الخشب اللي محتاجينه، محتاج خشب لونه ايه؟ ايوه. هو ليه كل حته عاملها بلون؟ انا مش فاهم. لا ده الجهاز عندي بيهب شويه. هات البتاعه دي دلك محار تك 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 تك. اما هانت فاضل حته بس، هذا الخشب اللي هم عايزينه. هوب واحده اثنين. هات البوينج دي كده فاضل ايه؟ استنى هو بيظهر لنا الحاجات اللي عايزين بيها. زرع وخشب. طيب ده فين ده؟ خشب اهو. فاضل حاجه تاني، فاضل زرع. فين الزرع ده؟ بيبقى حوالين البيت عامه يعني على جنب البيت. وفوق اهو. واحد اثنين ثلاثة كده خلصنا بره. اوكي خلصنا بره كل حاجة. هات بقى ايدك وافتح الباب. اوبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الزريبة اللي انتوا عاملينها في البيت ده يا جدعان؟ ماشي نجيب الباينج تول الاول، هنبيع كل حاجة الاول. هات الزنانيب دي شباشب كل جزء لوحده. تمام شوف هم عايزين ايه. بعنا الزنانيب، فاضل الشوفانيلة دي ولا مش عارف اسمها ايه. شوفانيلة ايه يا معلم؟ وفوق ده غير اللي تحت. طيب تمام اول كي غير البتاعة. هات الزبالة، ارمي روح ارميها على طول. ارمي يا عم ارميها يا عم. اوكي فوق اوكي. فاضل حاجة واحدة نبيعوها. دي فينها دي؟ انا مش شايفها والله. فينها دي؟ دي هي فوق اهي، مش شايف. ننضفه، نجيبه مكنسة ولا البتاعة دي الفوطة. فوطة تقدر تنضف اي حاجة. كده بنضف الكتاب. طيب ماشي نضفنا دي. طيب كده تمام. لسه الكتاب ده عايز يتشاف. هات الكتب تبقى تحتها حاجة ولا عند البيبان. اهي فوق ده كده خلاص. اشتري بقى الحاجات دي، انا عايز اعدلها بلفها ازاي. روتيت بالسكرول. بص شيل الكتب دي الاول، نقدر نحطهم فوق بس خليهم هنا على جنب الاول. نشتري بقى. هات دي كده، لف بالظبط كده. هات بقى الكتاب حطه هنا. الكتاب التاني ده ايه؟ حطه هنا. خليه كده باش حلو المدخل كده. ايه تاني؟ ساعه. اشتري ساعه، خليها هنا عشان اللي بيقرا يشوف الساعه كام. دي سجاده. باي سجاده تحطش فوق اعطاك. خليها هنا على مدخل الباب. ماشي. دي زهريه دي ولا ايه؟ ده زرعه. زرعه تتحط هنا. انا ما اعرفش هتاخد مكان من الشباك بس ماشي خليها. اعتقد مكانها مش مناسب بس ماشي حلو. ادينا حطيناها. دي الزرعه بقى بتاعت. اوكي نختار زرعه. ماشي دي حلوه باشا. هاتها كده، مكانها مش مناسب. ماشي فين الزرع اللي كنت مختاره؟ ايوه ده حطه بقى هنا كده. يلا بقى يا عم بقى اركب على الزرع بقى. ايوه بالظبط كده. ايه فين الزرع؟ انت عايز الزرع دي يعني؟ انت مشكله انت. بيعها يا عم بيعها، هو مش عايز الزرع دي. حطها هنا كده. ايوه وقت الزرع حطها جنبها يا جدع. ما ايه ايوه بس كده بليز. قلنا خلصت. ايوه خلصت. ده ايه ده؟ ده رف ده، دي المفروض تتحط تحت كده. طيب استنى هات الساعه دي كده، حطها هنا كده. انا مش عارف ايه البيت المزنه اللي انت جايبه لي ده. صح هات لي بيت عادي لما تجيب لي مثلا. بس كده نشوف نفسنا والدنيا وكده. ده المدخل بس، احنا لسه في المدخل. اوكي نخش بقى على البيت نفسه. يا ساتر يا رب، استر يا رب. انا اخش هنا ولا نخش هنا؟ خلينا في دي الاول. ماشي حاجات عايزين نبيعها. الزباله دي متهان. هو ده تبع ده صح؟ لا ده مش تبع ده. ماشي حلو. بيع كل حاجه موجوده هنا. نبيع كل حاجه في البيت يا جدعان الاول، بعد كده نشوف الحوارات دي. بيع ما بنبيعش دي زباله. بس كده بيع السمكه دي. في زباله، نلم الزباله دي اتملت، اطلع ارميها. كيس كمان نلم كل الزبائن عشان انا ما بحبش المنظر ده، حرفيا منظر بيكئبني. ايوه بسم الله ما شاء الله. خش هات الزباله الباقيه ارمي. هات بقى ايه؟ المكنسة. نضف دي كده. نضف اللي في الارض. عايزين المكنسة الكهرباء. شيل. كده يا معلم نشيل الزبالة دي. مكسرين ده ايه؟ كنت قاعدين في كهف. ده لو في كهف مش هتبقى عامل كده، هيبقى انضف من كده والله. في زبالة تحت الكتاب انا متأكد. ماشي. بس كده. هات البتاعة دي بقى دي. في ايه تاني؟ تعالوا نروح الحتة اللي ورا دي الأول. دي زبالة عايز تتشال. تعالوا ما نشوف بقى هنا محتاجين ايه؟ هنا محتاجين نبني. طيب سلكت بقى ده كله. ايه ده البنا بقى غير. طيب استنى ابني بقى، ابني فوق. طيب دي تحت بس كده. تفضل مطول ده هولد عشان تفضل تبني لوحدك.
ماشي الحته دي بقى في حته توبه يعني حته زباله. المية 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 هنا دلوقتي عشان هنبني. ايه ده شاكوش يا عم؟ ايوه انا عايز اكسر ده. ايوه ده بس بس كده كده خلاص. ايه ده؟ لا اله الا الله. اكسر دي بس كده. هنا ناقصنا تلوين بس، فكك منها نخش بقى هنا على طول. ولا نلونه؟ لا نلونه نلونه. عايزين لون ايه؟ اللون ده. طيب باي حط في الارض وهات البتاع اللي بنلون بيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هتحدد ده كله سيلكت كده ونقعد نلون بقى. شيت 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 شيت. اوكي لونا الحته دي، هنعمل سيلكت الحته الثانيه دي. استنى اعمل سيلكت الاول بس كده. تمام كده خلصنا التاسكات اللي هنا. هات الايد وشيل البتاع ده اللي هنحتاجه جوه. طيب هنا مليانه زباله بقى، ناخد الزباله دي الاول نرميها بره ونرجعها تاني. ارمي يا معلم كده ماشي. المهم ان احنا منظفين الدنيا جامد قوي. عايزين الاول نكنس الارض، ننظف الارض بالبتاع دي. اوكي كده نظفنا هنا، ننظف هنا كده. القماشه دي بتشيل اي حاجه حرفيا من الارض، يا ريت عندي القماشه دي في البيت. اوكي ننظف خالص، ننظف قريب. طيب عايزين نكسره ده كده. ديب كسر، ديب ديب. اوكي كسر ده كمان، ده كمان كسر كسر. ايوه ماشي يلا كسرها كلها. في زباله، في حاجات عايزين نبيعها الاول. مارتش والله دي ليه فين الزباله بقى ناقصه تشال؟ هات كده نضف دول. انا مش فاهم ايه ده، ايه اللي عامله بالبيت؟ ايه اللي عامله في الجزيره بتاعتك ده؟ صح اوكي في فوق اهي. عايزين نبقى اللمبه دي متهيألي برضه. هات كده. لا ما ينفعش، هو اللي ده تبع ده؟ تبع بعض عشان كده. بيع 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 بيع. خلصنا بيع متهيألي، لسه فاضي. دي 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 ودي ودي ودي. خد البرطمانين فينهم بقى؟ واحد اهو، فاضل الواحد تاني فينه؟ فينه كبرطمان. بس كده خلصنا حاجه. عايزين نلم الزباله، فين الزباله بقى؟ الزبالتين دول كده خلصنا صح؟ اوكي ناقصنا ايه تاني؟ ناقصنا ايه تاني؟ ناقصنا تنظيم جوه برضو الشبابيك دي. ننضف فوق بس كده تمام. الجناب دي كمان عايز تنضف. في حاجه تانية عايز تنضف؟ في المكنسه الكهرباء. هات المكنسه الكهرباء، تلم الزباله دي الشبابيك دي. ده الشباك بيتنضف لوحده، يا لهوي الشباك ده حوار بقى. ساسة سامعين شوية التزييق؟ ايوه خدها كده على طول. تحت خد دي بس كده. الشباك ده كمان فاضل الاخير. يلا هات اللي تحت دي كده خلصنا تنظيف. عايزين نشتري ونلون. هنلون الاول قبل ما نشتري، ونحط الخشب ده الاول. الخشب عايزين نحطه فين؟ نحطه هنا وهنا. طيب حددها دي كلها. يا لهوي انا هقعد امحر دي كلها. يلا